بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاماً. وأؤكد ثقتي في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية وستدفع بها نحو آفاق جديدة لتحقيق ما يزبو إليه شعب بلدينا الصديقين. السيدات والسادة، لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.